لو الحكاية فيها إن فيديو. ونشاهد في البرج الأوسط مجموعة من الطلبة حاملين أعمال أعلام مصر وهم يقومون بالنزول السريع من الحدائق. إنهم حماة المستقبل يستعرضون قدراتهم العالية وشجاعتهم الفائقة في موجات متتالية من القفزات من أعلى أبراج ميدان الجبال. ومن يمين ويسار المنصة يتقدم ثلاثة فرسان بسيوفهم لالتقاط ثلاثة أهداف متحركة من الجانب المقابل في المواجهة. خطورة وتقدم أهداف محاولات ناجحة.